الزاوية لصالح فريق أولمبيك أسفي على يمين الحارس زويل العروبي. غيكون زويل العروبي في موقف صعب لأنه المكان اللي كيتواجد فيه مع أشعة الشمس، فالكرة العالية غتشكل له صعوبة. كرة ملعوبة، فرصة عريضة، أريد صعصع ينقذ الموقف من هدف محقق بضربة مقص هوائية. يعني يمكن نقول بانه الطريقه اللي خرج بها علي صعصع الكره فهي طريقه جميله ورائعه، يعني كان هدف محقق علي صعصع بالطريقه اللي خرج بها الكره، فنقد المرمى ديالو من هدف حقيقي صراحه، يعني كان هدف في المرمى. ولا ثانيه وخاص نتابعوا هنا اللقطه اللي كانت مميزه، وكان ضغط كبير من اولمبيك اسفي. شاهدونا المحاوله راسيه جيدة كانت بهذا الطريقة، رأسية من يوسف البصري، إبعاد الخطورة من عادل صعصع، كان هدف محقق صراحة، لكن عادل صعصع على الصورة تمكن من إبعاد الكرة بشكل ممتاز. سفيان قدوم يحصل على بطاقة صفراء. نتابعوا اللقطة اللي كانت صراحة لقطة الهدف بامتياز، تمريرة داخل منطقة العمليات، تدخل رائع جدا الحارس زويل العروبي.